النهاردة يا شباب هنتكلم بقى عن يعني الجزء ده بقى مهم جدا جدا عندنا، سواء في الكلينيكال شغل بعد كده في الكلينيكال او في النيورولوجي او في العمل بتاعنا في الفسيولوجي، اللي هو الاكزامينيشن اوف تندون جيرك. ده جزء من الاكزامينيشن اوف موتور فانكشن بتاعه السي ان اس. قبل ما نقول الاكزامينيشن بتاع التندون جيرك لازم نقول يعني ايه اصلا التندون جيرك، او ان هو التندون جيرك ده بيقع تحت تقسيمه اسمها او فانكشن اسمها الاسترتش ريفلكس. ايه هو بقى الاسترتش ريفلكس ده؟ من اسمه مش محتاجه اي نوع من انواع الذكاء، ان لما بيحصل ستريتشنج اوف ذا سكيليتال ماسل بيحصل ريفلكس كونتراكشن. موضوع يعني ايه واضح، ستريتش lead to reflex contraction. بما انه reflex فهو ليه reflex arc، يعني الستيمولس هي الستريتش صحيح، اتحست بريسبتور اتنقلت في افرنت وصلت لسنتر موجود في السنترال نيرفس سيستم موجود في السي ان اس، نزل او جه اوردر، الاوردر ده مشي في افرنت نيرف وصل لي للمصل اللي هتعمل contraction، حصل الريسبونس اللي هو reflex contraction. فاحنا لازم اي reflex بنقوله لازم نعرف هو تقسيمته ايه وسط الرفلكسات، يعني هو وسط الرفلكسات يعتبر ايه. هو يعتبر سنترال ريفلكس، يعني السنتر بتاعه موجود في السي ان اس. انكونديشند، يعني ايه انكونديشند؟ يعني احنا بنتولد بيه، احنا مش محتاجين نتعلمه، كل الناس زي بعض بتتولد بالريفلكس ده. انكونديشن سباينال، لان السنتر موجود في السباينال كورد. ديب، لان الريسبتور بتاعه ديب، الريسبتور موجود جوه المصل فالريسبتور ديب. والريفلكس ده يا شباب هو المونوساينابتك ريفلكس الوحيد في الهيومن بادي. يعني ايه مونوساينابتك؟ يعني الافرنت نيرف هيطلع طبعا عندي الريسبتور، هيمشي السيجنال في افرنت نيرف هتخش لي على السباينال كورد، هتسلم على طول للإفرنت سيل، للخلية اللي هيطلع منها الإفرنت نيرف اللي هيوصل لي للجزء من المصل اللي هيعمل كونتراكشن. على طول الاثنين بيسلموا لبعض من غير انتر نيرونز في النص، من غير وسيط في النص خالص، مفيش انتر نيرون، يبقى هو مونو سينابتك ريفلكس في الهيومن بادي. تمام. الاسترتش ريفلكس ده يا شباب عبارة عن حاجتين، حاجة اسمها التندون جيرك او الديناميك ستريتش ريفلكس، وفي ستاتيك ستريتش ريفلكس اللي هو المسل تون اللي هو احنا اتكلمنا عنه قبل كده في الماسكولوسكيليتال سيستم. المسل تون او جبنا سيرته في الماسكولوسكيليتال سيستم. يبقى التندون جيرك هو الديناميك ستيت اوف ستريتش ريفلكس. التندون جيرك ده احنا بنعمله ازاي؟ حاجه معروفه جدا كلنا عارفينها، لو رحنا لدكتور نيورولوجي او لدكتور بطنه وعمل لنا اكزامينيشن هتلاقيه بيجيب كده الشاكوش الطبي اللي هو الميديكال هامر، اللي هو ليه اشكال كتير من ضمنهم الشكلين اللي انتوا شايفينهم دول والشكل اللي احنا هنشوفه في الفيديوهات بعد شويه. هو بيجيب الهامر الطبي ده ويقعد يخبط كده في اماكن معينه ويشوف الايفكت بتاع الخبطه اللي هو خبطها دي على ماسلز معينه، يشوف الماسل هتعمل كونتراكشن ولا مش هتعمل كونتراكشن. يبقى احنا التندون جيرك ده بنعمل له اكزامينيشن عن طريق ان احنا نعمل سادن ستريتش على ماسل، واحنا مش بنعمل السادن ستريتش او الخبطه دي ما بنخبطش على الماسل نفسها، غالبا احنا بنعمل خبطه على تندون بتاع المصل near the insertion. يعني الخبطة اللي أنا بعملها بالهامر دي بتبقى على التندون بتاع المصل قريب من الانسيرشن بتاعه. لما بعمل السادن تابينج ده بعمل ستريتش في المصل، المصل هيحصل لها ستريتش. الحركة دي بتحسها ريسبتورز، الستريتش ده بيحسه ريسبتور موجود جوه المصل اسمه المصل سبندل، وبيبعت إشارات هتوصل للسي ان اس. السي ان اس ببساطة هيرد انه يخلي المصل تعمل كونتراكشن، والكونتراكشن بتاع المصل ده هو ده اللي احنا عايزينه. يبقى انا دلوقتي هقولك وانا بعمل الاكزامينيشن ايه، ان انا الحتة اللي انا باصص عليها هي العضلة. طبعا احنا متخيلين زي ما بنشوف في الافلام، او انت متخيل ان انت لما بتروح للدكتور ان هو مستني ان يحصل موفمنت واضحه. يعني مثلا لما بيخبط كده على الركبه في الريفلكس المشهور قوي اللي هو الني ريفلكس اللي احنا او الباتيلر ريفلكس اللي احنا ناخده دلوقتي ده، هو لما بيخبط كده انت متخيل ان هو مستني يشوف ان الرجل يحصل لها اكستنشن، ان الرجل تترفع لفوق. هو في الحقيقه بيكون باصص على المسل اللي هي الكوادريسبس اللي هي
اكبر ماسل موجوده في الفرونت اوف ذا ثاي، ومستني الماسل تعمل كونتراكشن. مش شرط بقى الاكستنشن اوف ذا ليج يبان قوي، ان الرجل تطلع لقدام او لفوق قوي، تكون الموفمنت باينه. انا اهم حاجه عندي ان الماسل تعمل كونتراكشن. يبقى التندون جير كده بيبان لما بعمل سادن ستريتش الماسل باي شارب تابنج او سادن تابنج بالميديكال هامر بتاعي قريب من الانسرشن بتاع التندون. دلوقتي بقى احنا هنقول الاكزامينيشن بالظبط، بس انا عايز اطلع من كل ريفلكس بايه؟ عايز اطلع بمعلومات مهمه. اول حاجه ان انا عشان اعمل اي ريفلكس من دول ويبان كويس، لازم هيكون في وضعيه معينه الليمب اللي انا بعمل له اكزامينيشن ده يتحط في ايديال بوزيشن، والايديال بوزيشن ده هو اللي بيسمح للريفلكس ان هو يبان كويس في المكان ده، في الحته اللي انا بعمل اكزامينيشن فيها. تاني حاجه ان انا لازم اعرف الهامر بيتمسك ازاي والتابنج بيتعمل ازاي، والمصل والهامر ده طبعا هنشوف دلوقتي ان هو في منه انواع، وفي منها انواع زي اللي انتوا شايفينها في الصوره دي، شايف ده وشايف ده. الهرمي طبعا في ناحيه عريضه وناحيه رفيعه، وحتى اللي ليه ناحيتين ربر في ناحيه خينه وناحيه رفيعه، استخدم انهي ناحيه على انهي تندون. ولازم اعرف السنتر بتاع الريفلكس بتاع كل تندون جيرك فين، السنتر بتاعه فين، انهي حته بالظبط في السباينال كورد. ولازم اعرف المسل اللي انا بشتغل عليها دي اسمها ايه، واعرف إيه لو حصل موفمنت الموفمنت دي هيبقى شكلها ايه. تمام يا شباب، حلو جدا. يبقى انا دلوقتي عايز اعرف الاداه اللي انا بستخدمها. الاداه اسمها الميديكال هامر، والميديكال هامر في منه 3 اشكال. الشكل الاولاني والتاني اللي هم دول، اللي هو الشكل ده المثلث في شكل الهرم، ناحيه تخينه وناحيه رفيعه، والشكل ده مشهور جدا طبعا. الشكل ده ناحيه منه تخينه برضو او اعرض شويه وناحيه اصغر منها. وعلى فكره الهامر ده لو انتوا فاكرين بقى في السكشن اللي فات اللي احنا كنا بنتكلم فيه في السنسيشن، كنا بنقول ان في هامر بيكون فيه من فوق، شايف بقى الحته اللي انا بشير عليها بالكرسر دي، بيبقى فيه من فوق دبوس بيتفك من الهامر. يعني انت لو لفيت الجزء ده كده وفكيته هيطلع معاك، هيطلع examination بين اللي ممكن نعمل بيه examination of pain. وان فيه من تحت، شايف الحتة اللي تحت دي، الحتة اللي تحت دي كمان بتتفك وتطلع، يعني جوه الهامر من هنا متصل بالحتة دي فرشة برش، والبرش دي كنا بنعمل بيها examination of crude touch، الexamination بتاع السنسوري examination. تمام. وفي شكل تاني من الهامر بتكون راسه في شكل دايرة، يعني ما فيهوش حته رفيعه وحته تخينه، هي كلها على بعضها مدوره، هنشوفه دلوقتي في الفيديوهات. فاحنا يا شباب عندنا 4 تندون جيركس مهمين جدا. طبعا هو في اكتر من كده، بس احنا بنختار الاربعه دول لانهم مهمين وفيري كومن، بيتعملوا كتير جدا في البراكتس. الاربعه تندون جيرك اللي احنا هنعمل لهم اكزامينيشن، 2 في الابر لمب و2 في اللور لمب. 2 في الابر لمب، البايسبس تندون جيرك او البايسبس ريفلكس اللي احنا بنبص فيها على البايسبس ماسل. هي موجوده فين البايسبس ماسل دي؟ موجوده في الفرونت بتاع الارم، وظيفتها انها تعمل فليكشن، من وظيفتها الاساسيه انها تعمل فليكشن اوف البو جوينت. والترايسبس ماسل اللي موجوده في البوستير اسبكت كده بتاع الارم، وظيفتها انها تعمل اكستنشن للالبو جوينت. واثنين في اللور لمب، الني ريفلكس اللي احنا بنبص فيه على عضله اسمها الكوادريسبس فيموريس ماسل اللي موجوده في الانتيرير ثاي، اكبر عضله موجوده في الانتيرير ثاي مع العضلات الكبيره، ووظيفتها او من وظائفها انها تعمل اكستنشن للني، تخلي الرجل او الني يحصل لها اكستنشن. وعندي الانكل ريفلكس، الانكل ريفلكس العضله اللي احنا بنبص عليها هي مجموعة العضلات اللي بيمثلوا الحتة اللي اسمها السمانة، طبعا كلنا عارفينها اللي هي في البوستير اسبكت بتاع اللج. السمانة دي في عضلات اسمهم الجاستروكنيميوس اند سولياس ماسل. تمام، العضلات دي هي اللي احنا بنبص عليها، والمفروض ان الانكل ريفلكس ده بيعمل كونتراكشن للعضلات دي، ويبان شوية بلانتر فليكشن للرجل كده. البلانتر فليكشن ده، بلانتر فليكشن ان الجزء القداماني من الرجل بالصوابع يحصل لهم فليكشن ناحيه السول اوف ذا فوت كده. تمام، اللي هي البلانتر فليكشن. يبقى انا عندي البايسبس والترايسز، الباتيلر او الني ريفلكس، والانكل
ريفلكس، وكل واحد من دول ليه السنتر بتاعه في السباينال كورد. احنا ممكن نقول السنترز دلوقتي ونخلص منهم، ما حفظهم سهل جدا. هنبتدي من تحت لفوق ونعد من 1 لـ 8. 1 او بيقال 1 و2، S1 و2، ساكرال 1 و2، هما السنترز بتوع الانكل ريفلكس. كده خدنا 1، 2 و3 و4، بس لمبر الاثنين وتلاتة واربعة السنترز بتوع الني او الباتيلا الريفلكس. كده واقفين عند 5، 5 و6، بس C5 و6، سيرفايكل 5 و6، دول السنتر بتاع البايسبس ريفلكس. خلصنا عند 6، يبقى احنا عند 7، 7 و8 او C7 C8، السنتر بتاع الترايسبس ريفلكس. ما اظنش ان احنا هننساهم. 1 تحت، وممكن 1 و2، S1 و2، السنتر بتاع الانكل. L2 3 4، الني ريفلكس. 5 و6، سي سيرفايكال 5 و6، البايسبس ريفلكس. 8 7 و8، السيرفايكال 7 و8، بتوع الترايسبس ريفلكس. ناخد بقى بتوع الابر ليمب. زي ما قلنا البايسبس ريفلكس سنتر بتاعه C5 و6. مبدئيا كده بص في الصورة دي، شايف الهامر اللي مرسوم في الصورة دي؟ ده اللي انا كنت بقول لكم عليه، اللي احنا برضو هنشوفه في الفيديو، اللي شكله من فوق مدور. بنعمل اكزامينيشن بتاع البايسبس ريفلكس ده ازاي؟ هتجيب العيان. طبعا الاكزامينيشن بتاع الموتور مش مطلوب فيه ان العيان يكون مغمض عينه، بس مطلوب ان يكون فيه اكسبوجر. يعني ايه؟ يعني انا بعمل اكزامينيشن دلوقتي للبايسبس او الترايسبس، لازم اكون شايفه المصل كلها، لازم اكون شايفه البايسبس لو انا بعمل بايسبس او ترايسبس كلها، يعني لازم الارم كله يكون اكسبوزد من فوق لتحت، لازم الابر لمب كله يكون اكسبوزد. انا هجيب العيان وهعمل سيمي فليكشن للالبو جوينت. تمام، عايزك تبص معايا على وضعيه الارم والفور ارم في الصورة دي. الوضعية دي ايه؟ الوضعية دي ان الارم او يعني الالبو جوينت في وضعية سيمي فليكشن، نص فليكشن كده. وان هو الشخص ده يعني الوضعية دي ممكن نعملها ريبليكيشن، يعني نعملها هي كده بالظبط في عيان قاعد او نايم، ان دراعه بيكون مريح على جسمه، يعني دراعه سبورتد مريح على جسمه. وإن الدكتور بيحط صباعه الثمب على مكان التندون، مش احنا اتفقنا اصلا في التعريف ان احنا هنخبط على التندون؟ احنا بقى في البايسبس، يبقى هنخبط على التندون اوف بايسبس. واحنا كنا اتعلمنا قبل كده واحنا بنقيس الضغط ازاي نجيب التندون اوف بايسبس. التندون اوف بايسبس موجود في الكيوبيتال فوسة، بنحط ايدنا في الكيوبيتال فوسة وممكن نعمل فليكشن للقلبه، فهنحس التندون تحت ايدينا، هو ده مكان التندون، فهنحط الثمب على التندون وبقيه ايدنا تحت الالبو جوينت او على الالبو جوينت. وهنجيب الهامر وهنخبط بيه بشكل اندايركتلي على التندون، يعني هخبط على صباعي، ما انا حاطط صباعي فوق التندون، بخبط بالهامر على صباعي. عيني شايف زي ما انت شايف في اللقطه دي من الفيديو، عين الدكتور على المسل على البايسبس مسل، او مش مستني ان يحصل الفليكشن وان دراع العيان يتحرك، ان دراعه اللي هو من هنا كده ان دراعه يتحرك، هو مش مستني الفليكشن على فكرة، هو باصص على المصل، ممكن يحصل فليكشن بس هو باصص على المصل يشوف المصل هيحصل فيها ايه، هيحصل لها كونتراكشن ولا لا. طبعا بيبان الكونتراكشن بتاع المصل، انت بتشوفه ان المصل بتعمل كونتراكشن، وانت برضو حاطط ايدك على التندون فهتحس التندون بيتحرك تحت ايدك لما الريفلكس يحصل مظبوط. يبقى الوضعية بتاعت الدراع يا جماعة سيمي فليكسد. الزاوية ما بين الارم والفور ارم، الزاوية دي اهي الارم والفور ارم، تقريبا زاوية حوالي 120 درجة او 110 درجة، ساعات بيكتبوها كده وساعات كده الزاوية بتاعته. وفي ناس او في اكاونتس، يعني في مصادر بتكتب ان الهاند، شايف الهاند هنا في وضعية ميد برون بوزيشن، اللي هي مش سوباين ولا برون، يعني الايد مش لفوق ولا لتحت، هي ما بينهم هما الاثنين زي الصورة دي، ان هو موقف ايده كده تقريبا على الساي بتاعه. هو اهم حاجة هنا ايه؟ اهم حاجة الزاوية بتاعت الجوينت، واهم حاجة ان العيان لازم يكون دراعه مريح، يعني هو مش شايل وزن دراعه، هو مريح دراعه خالص.
هنا في الصورة دي هو مريح دراعه على جسمه، يعني هو مريح دراعه على جسمه هو شخصيا، ولو هو نايم هيبقى مريح دراعه برضو على جسمه لأن دراعه مريح على جسمه. والدكتور هيحط صباعه زي ما قلنا على التندون بتاع البايسبس مصل ويخبط بالهامر على صباعه ويبص على المصل يشوف هيحصل فيها كونتراكشن ولا لا، وهيحس تحت ايده التندون وممكن يحصل فليكشن للالبو جوينت، هنشوف في الفيديو دلوقتي. وطبعا احنا زي اي اكزامينيشن في السي ان اس ما ينفعش نعمل على ناحيه وناحيه، لا يبقى لازم نعمل بايلاترال. خلي بالك الاكزامينيشن ده ممكن تعمله والعيان قاعد وشك في وشه او انتوا الاثنين واقفين. هنعمله كده ازاي؟ ما هو لو احنا الاثنين واقفين او لو العيان قاعد وانا قاعد كده في وشه ومش عايز انا اخليه يسند ايده على جسمه، اعمل ايه؟ ما هو لازم دراعه يكون سبورتد. هيجي العيان بايده يسند بايده على كتفك انت كدكتور، يعني انتوا الاثنين واقفين في وش بعض كده، العيان هيسند بايده على كتفك اللي قدامه، وانت هتيجي بايدك زي الصوره بالظبط تحط ايدك تحت الالبو جوينت وتقول للعيان يريح دراعه خالص. طبعا انت لما هو يريح دراعه خالص ويسمع الكلام، ان هو ما يكونش شايل الوزن بتاع دراعه، لما هو يريح دراعه خالص كده ويسمع الكلام هتلاقي دراعه تقل، انت هتحس بتقل الدراع على ايدك لان انت اللي عامل الكمبليت سبورت. وهتجيب برضو الثمب تلفه تجيبه من قدام وتحطه على البايسبس تندون وتخبط على صباعك، ما ينفعش تخبط على البايسبس تندون دايركتلي، هتخبط بصباعك بالهمر على صباعك علشان تعمل الريفلكس. ليه احنا ما بنخبطش دايركتلي بالهمر على البايسبس تندون؟ علشان البايسبس تندون ده اولا عشان ممكن يحصل بين في المكان ده هنا في الحته دي، ثانيا البايسبس تندون من التندونز الرفيعه، فاحنا عشان نعمل ويل لوكاليزيشن للتندون بنحط صباعنا عليه نتاكد ان احنا فعلا حاطين صباعنا على التندون ونعمل التابنج على صباعنا. وفي ناس بتقول ان المكان ده فيه يعني فيري امبورتنت ستراكشر احنا مش عايزين نعمل لها اي انجري، ارتريز وفينز ونيرفز في الحته دي، فاحنا مش عايزين نعمل لها انجري، فبدل ما نخبط عليه على المكان دايركتلي بنخبط عليه اندايركتلي. يعني في تفسيرات كتير ليه اشمعنا ما بنخبطش. لو احنا بنستخدم ما بنخبطش دايركتلي، لو احنا بنستخدم شباب الهامر اللي هو المدور ده اللي هو ما فيش فرق فيه بين اي مكان والتاني، ما فيش حته رفيعه ولا حته تخينه، مش هيبقى عندنا مشكله ان احنا نحدد نستخدم انهي حته. لكن لو بنستخدم واحد من الهامرين التانيين اللي هو فيه حته رفيعه وحته تخينه اللي هو زي الهامر ده او الهامر ده، وانا في البايسبس بستخدم الحته الرفيعه وده المكان الوحيد اللي بستخدم فيه الحته الرفيعه في الريفلكسز اللي احنا اخترناهم ان احنا نقولهم اللي هم الاربعه دول، لو في البايسبس هستخدم الناحيه دي من الهامر ده او هستخدم الناحيه دي من الهامر ده. تمام يا شباب؟ هنشوف بقى مع بعض الاكزامينيشن بتاع البايسبس ريفلكس في الفيديو. نبص كده سوا، بيعمل لوكاليزيشن كويس، وبص على مسكة الهامر هو ماسكها ازاي وهيعمل الحركة ازاي. شايف؟ خدت بالك من ايه؟ هو ماسك الهامر من التلت الاخير للهامر، ماشي؟ ومسكته للهامر الموفمنت بتاعت ايده جاية من الريست جوينت، يعني الدكتور هو بيحرك ايده بيحرك، يعني ما بيجيبش الهامر ويخبط كده بعزم الدراع، يعني الحركة ولا جاية من القلب ولا جاية من جاية من الريست جوينت. والويف يعني الحركة بتاعت الهامر كده سمود وبيخبط خبطة واحدة، هي باورفول، هي مش مؤلمة بس باورفول علشان الريفلكس يحصل كويس. لما خبط هو باصص على المصل اللي هي البايسبس مصل، في الصورة دي الشخص اللي بيعمل له اكزامينيشن باين فيه موفمنت، يعني انت لو بصيت، نبص عليها تاني هنعملها تاني، انت لو بصيت على ايده او على الفور ارم هتلاقيه بيتحرك، بص عليه شايف؟ حصل فليكشن. طبعا ما تتخيلش ان الفليكشن هيكون كومبليت فليكشن، يعني الفور ارم مش هيجيب بعضه ويعمل الفليكشن اللي انت متخيله اللي هو بتاع البايسبس لما بتعمل الحركة دي فولانتري، لا طبعا هي بتبقى فليكشن بسيط. تمام؟ طيب نبص على صورة تانية فيها الاكزامينيشن بتاع البايسبس. هنا شباب في الصورة دي زي ما انتوا شايفين برضو العيان هنا نايم او في سيمي سيتنج بوزيشن ريكامبنت بوزيشن، واحنا ليه بنقول الحاجات دي؟ علشان في عيانين ما يقدروش يقوموا،
يعني لا يقدر يقوم يقف، وممكن يكون ما يقدرش يقوم يقعد كمان، فانت لازم تعرف ازاي تعملها وهو نايم. العيان دراعه كله مريح على جسمه، الزاويه بتاعه الالبو جوينت 120 درجه، الهاند اهي في وضعيه الميد برون بوزيشن اللي هي بين السوباينيشن والبرونيشن. الدكتور حاطط صباعه على البايسبس تندون وشايف الحته اللي هو بيستخدمها. طبعا هو بيستخدم هنا الهامر اللي ليه ناحيتين، بيستخدم الرفيعه دي التخينه ودي رفيعه، فبيستخدم الرفيعه وبيعمل اندايركت تابنج على صباعه. ده يا شباب البايسبس تندون جيرك، تمام؟ حلو جدا. نتكلم بقى في الاكزامينيشن بتاع الترايسبس ريفلكس، والترايسبس تعمل اكستنشن للالبو، تمام؟ السنتر زي ما احنا قلنا سي 6 7 وفي ناس بتقول 7 8، يعني ما فيش مشاكل خالص. بنعمل ازاي؟ طبعا احنا خلاص اتفقنا احنا كده كده هنعمل تابنج على الترايسبس تندون، لكن الوضعيه ازاي؟ الوضعيه ان الالبو جوينت يكون فليكشن بزاويه 90، بزاويه قايمه، يعني الزاويه هنا ما بين الارم والفور ارم، الزاويه ما بين انا بشاور بالكرسر خلي بالك، الزاويه ما بين الارم والفور ارم تكون زاويه 90 تقريبا، زاويه قايمه. وهنخبط على التندون، شايف علامه الاكس دي اللي هي جاست اباف الالبو جوينت هنا، علامه الاكس دي هي علامة مكان التندون بتاع الترايسبس اللي احنا بنخبط فيه. وطبعا التندون ده فليشي تندون، تندون كبير، وبنخبط عليه دايركتلي بالهامر. طبعا الهامر ده ما فيش فرق بين اي حتة والتانية زي ما اتفقنا، اي هامر تاني هنستخدم الناحية التخينة من الهامر، وهنخبط بيربنديكولار على التندون في المكان ده. فهيحصل ايه لما نعمل كده؟ هيحصل طبعا احنا بصين على المصل، بصين على الترايسبس، هيحصل contraction of triceps، وممكن يحصل extension للإلبو. طب احنا دلوقتي الوضعية دي اللي هي زاوية 90 ممكن تتحقق بأكتر من طريقة. ممكن العيان يكون نايم، يعني العيان يكون نايم، ولو العيان كان نايم زي في الصورة دي فدراعه هيكون مريح على جسمه، يعني دراعه هيكون مريح على صدره، وانت حاططني دراعه بحيث ان الزاوية تكون 90 والدراع يكون مريح خالص على جسم العيان، يعني العيان ما يشيلش وزن دراعه، هيكون مريح خالص على جسمه. وهتيجي من ورا عند الالبو جوينت من ورا في مكان التندون زي ما احنا اتفقنا، وتعمل تابنج على التندون بالهامر، وتبص على ترايسبس ماسل، هيبان ترايسبس كونتراكشن لو الريفلكس حصل، وممكن يبان شوية اكستنشن. في اشكال مختلفه للوضعيه دي، يعني ممكن العيان مثلا يكون اللي نايم اللي هي او نايم ريكامبنت بوزيشن، فهتكون بالشكل ده نفس الزاويه 90 اللي احنا قلنا عليها، وبيخبط، شايف المكان، المكان اهو جاست اباف البروسيس اللي هنا ده في الالبو جوينت، فوقيه على طول الفليشي بارت في التندون بتاع الترايسبس، هو ده اللي هنخبط عليه. ممكن العيان يكون واقف مثلا، او العيان قاعد عادي وانت كدكتور اللي واقف، فايه الشكل بقى بتاع الاكزامينيشن؟ بص كده، انا عايز اخلي الالبو 90، شايف الزاويه دي؟ الزاويه اهي اهي دي، ادي الارم وادي الفور ارم وادي الالبو جوينت في زاويه 90. بس انت خلي بالك لو عملت الحركة دي لازم العيان ما يشيلش دراعه، يعني هو ما يبقاش هو اللي عامل سبورت لدراعه، لا انت هتحط ايدك، شايف الدكتور هنا عامل ايه؟ الدكتور هنا حاطط ايده اهي 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 تحت او على الكابيتال فوسة من هنا، وهو اللي شايل دراع العيان، الدكتور هو اللي شايل دراع العيان. فانت لما هتحط ايدك وتشيل الدراع كده هتنستركت العيان انه يسيب نفسه، يسيب دراعه، فانت هتحس بالتقل، يعني هتحس بتقل الدراع على ايدك. لازم تكون الوضعيه دي ميزتها ان الفور ارم حر الحركه، يعني احنا لما هنشغل فيديو دلوقتي هتلاقي الدكتور بيحرك الفور ارم كده وكده، بيتاكد ان الفور ارم حر الحركه تماما، علشان لو حصل موفمنت اللي هي هتحصل اكستنشن اللي هي شكلها هيكون كده، ان الفور ارم يتحرك كده، يتحرك الناحيه دي، اسمها extension. دي مهمة جدا يا شباب ان الدكتور شايف هو واقف فين، مش واقف جنب العين،
يعني مش واقف جنب ايد العيان هنا، واقف تقريبا وراه. ليه؟ علشان لو العيان ده عنده very brisk reflexes، اللي هو الريفلكس العنيف السريع اللي هيحصل فيه يعني اكستنشن كبير، ممكن ايده لو الدكتور واقف جنب ايد العيان هنا بالظبط، ممكن ذراع العيان يجي في وش الدكتور يعني بكل بساطة. فلا، الدكتور بيقف تقريبا ورا العيان، علشان لو العيان عنده ريفلكس عالي، الريسبونس هيطلع عالي قوي او عنيف، الدكتور ما يحصلوش حاجة. بص بقى على الريفلكس وهو بيتعمل، هنشغله اهو. بص، هو بيحرك الايد، الايد حرة الحركة تماما، لو حب يعمل اكستنشن هيعمله. الدكتور تقريبا واقف ورا العيان، مش في مرمى النار لو حصل اي حاجة. بص، ده شكل الاكستنشن، بس هو باصص على الاكستنشن. نشغلها تاني كده. بص، عين الدكتور رايحة فين؟ والله ولا بص على الموفمنت خالص، هو على طول باصص على المسل نفسها. تمام. ممكن الريفلكس ده يتعمل بطريقة تانية، ان انت برضو تشيل دراع العيان، بس بشكل تاني هنشوفه في فيديو تاني دلوقتي. بص كده هنا في الفيديو ده على الحركة اللي الدكتور هيعملها دلوقتي. العيان ده عامل very full exposure، لانه الفيديو ده فيه كل الريفلكسز upper limb و lower limb، فلازم كل upper limbs تبقى exposed وكل lower limbs exposed، لان العضلة الكوادريسبس اللي هناخدها دلوقتي موجودة هنا، فلازم المكان ده كله يكون exposed. ده الصح يعني. بص الدكتور هنا هيعمل ايه في الترايسبس ريفلكس، شكل البوزيشن، وطبعا لازم يكون الالبو جوينت في زاويه 90. بص كده، مسك دراع العيان وتناه في زاويه 90، وحط ايده تحت الالبو جوينت علشان يعمل له السبورت المطلوب. الحركه دي اللي هو عملها دي، شايفها الحركه دي كده؟ الحركة دي ممكن تعملها والعيان انت واقف وشك في وشه، يعني انت واقف وشك في وش العيان، هتخليه يعمل دراعه في وضعية التسعين درجة دي في الهواء، وانت تحط ايدك تحت الالبو جوينت زي ما هو عامل كده، بس تخيل ان العيان واقف زي ما هو عامل كده، وتحط ايدك تحت الالبو جوينت بتاعه وتشيله، انت اللي شايل الالبو جوينت. يعني خلي بالك ان هو بيقول له سيب دراعك، هتلاحظها في حتة كده من الفيديو، نشوفها تاني. شايف بيقول له رخي، ان هو دراعه يكون مريح خالص على ايد الدكتور. تمام. ويكون سايب خالص، وده ممكن والعيان واقف عادي، او العيان قاعد وانت وهو وشك في وش بعض، ممكن تعملوا الحركة دي او الشكل ده بالظبط. يعني الترايسبس ليه اكتر من شكل، بس اهم حاجة طبعا ان الدراع يكون فولي سبورتد، يا اما سبورتد على جسم العيان لو العيان نايم، او سبورتد بايد الدكتور، سواء بقى عملنا الحركة اللي الدراع في الهواء واحنا بنحط ايدنا عند الكيوبيتال اللي شفناها في الفيديو اللي فات، واحنا بنحط ايدنا عند الكيوبيتال فصة وبنشيله من تحت ونقف ورا العيان، او الشكل اللي احنا شفناه في الفيديو ده واحنا بنعمل اكزامينيشن. عايزاك تبص كمان على شكل الخبطه بتاعه الهامر على التندون بتاع الترايسبس، هيجيبها هنا قريبه شويه. بص كده بيربنديكولار على التندون، لان التندون طبعا ماشي كده هنا في المكان ده، هو هيخبط بالهامر عمودي على اتجاه التندون. يعني انت لو استخدم الهامر اللي هو بشكل المثلث اللي هو الهرمي الشكل، فالحتة التخينة من الهمر هتخبط بيها بشكل عمودي هنا كده في المكان ده. تمام يا شباب، كويس جدا. تاني اخر مرة نشوف مع بعض البايسبس والترايسبس من قريب. ادي البايسبس، العيان ده عندوش بيعمل فليكشن، بس احنا اصلا بنبص على المصل مش على الفليكشن، مش مستنيين الفليكشن. تمام، بيعمل الدراع 90 درجة، كان 120 خليناه 90. التندون اوف ترايسبس ورا وهيخبط عليه عمودي، وشايف ايد العيان بتعمل ايه؟ سلايت اكستنشن، بس هو اصلا مش مستني الاكستنشن وبيبص على المصل. نتكلم بقى عن الني جيرك، الني تندون جيرك اللي السنتر بتاعه ال 2 و3 و4. التندون المصل اسمها الكوادريسبس فيموريس مصل، موجوده في الانتيرير بارت اوف ذا ثاي، والتندون اللي هو الباتيلر تندون.
بنعرف المكان بتاع الباتيلر تندون ده شباب ازاي؟ لو احنا دلوقتي واحنا قاعدين او كل واحد وهو قاعد جه كده حط ايده على ركبته، هيلاقي الباتيلا البتاع المزفلطه المدوره اللي هيحسها تحت ايده دي. هيمشي بصباعي تحت الباتيلا، همشي كده واتحرك بصباعي تحت الباتيلا، هلاقي وانا بتحرك تحت الباتيلا كده حته طريه، مكان طري كده، ولو نزلت اكتر شويه هلاقي حته ناشفه بون. هي الحته الطريه دي اللي بين الباتيلا وبين الحته الناشفه اللي تحت اللي هي جزء من التيبيا البون. المكان الطري ده هو ده مكان التندون. شايف هو متعلم لك هنا في الصوره دي البتاعه دي بتعلم الباتيلا، الحته دي اللي تحت الباتيلا الحته الطريه دي هي دي مكان التندون. الوضعيه ايه هنا؟ الوضعيه ان الهيب جوينت فليكس. لاحظ ان العيان ده قاعد، هو قاعد، فالعيان قاعد وده الوضع المثالي بتاع الريفلكس ده، ان العيان يقعد على حته عاليه، على حاجه عاليه، كرسي عالي، على بنش عالي، فالعيان يقعد على حاجه عاليه بحيث ان رجليه كعب رجله ما يكونش لامس الارض. شايف في الصوره دي؟ في الصوره دي الارض بعيده عن كعب رجل العيان، فرجل العيان اصلا مش لامسه الارض، فالليج بتاعه العيان حره الحركه. يعني هو لما يحب يعمل اكستنشن ورجله هتتحرك طبعا لقدام كده، هيحصل اكستنشن للني، هيلاقي مساحه ان هو يتحرك فيها، فالليج تكون يعني سايبه كده في الهواء. بيبقى فيه فليكشن في الهيب جوينت وفليكشن في الني جوينت، سيمي فليكشن، شويه فليكشن كده في الني جوينت، طبعا ده مش كومبليت فليكشن بس فليكشن. يبقى فليكشن في الهيب وفليكشن في الني، ولازم الرجل تكون دانجلينج كده في الهواء ويكون رجله او كعب رجله مش لامسين الارض خالص. والشكل ده يا شباب ممكن نكرره والعيان نايم. يعني افرض العيان نايم دلوقتي، هو نايم في السرير ومش هيقوم يقعد، مش هيعرف اصلا يقوم يقعد، مش بيتحرك بيد ريدن او ريكامبنت بوزيشن، نعمل ايه؟ هنشوفها دلوقتي في الفيديو. لو العيان بيد ريدن او ريكامبنت بوزيشن، انت ساعدتك بتحط ايدك تحت الني في البوبليتيه الفوسط كده تحت الني، هتحط ايدك تحت الني وترفع رجل العيان من تحت الني بايدك. فاحنا كده عملنا ايه؟ بقت الني فليكسد فوق ايدك، يعني الني جوينت على ايدك فليكسد والرجل نازله كده من الناحيه الثانيه، ترفعها لغايه لما تحاول قدر الامكان ان كعب العيان يبقى بعيد عن السرير. انا اهم حاجه عندي ان الليج تقدر تعمل يعني الموفمنت تكون كويسه بتاعه الليج، ان الليج تقدر تعمل موفمنت لو هيحصل موفمنت، مع ان انا اصلا مش مستني الكومبليت اكستنشن او الاكستنشن بتاع الليج ده، انا اصلا كده كده هبص على الكوادريسبس. طبعا لازم يكون في اكسبوجر لغايه فوق، لغايه المكان بتاع الثاي، كل الثاي يكون اكسبوز عشان المصل اصلا موجوده هنا هنا كده، وانا هبص عليها وهي بتعمل الكونتراكشن، ده اللي انا اصلا عايزه. هنشوف بقى في الفيديو الشكل بيكون عامل ازاي. لاحظ هنا يا شباب ان الدكتور ما بيبقاش واقف او قاعد قدام رجل العيان، يبقى قاعد جنب العيان جنبه، علشان لو حصل هايبر ريفلكسيا او بريسك ريفلكسز وحصل كومبليت اكستنشن او اكستنشن عنيف، رجل العيان ما تجيش في وشك، يعني توقع لك صف سنانك اللي تحت، يعني مش هينفع خالص، ما يحصلش الدكتور انجري بسبب الهايبر ريفلكسيا دي. فانت تقف جنب العين، هتيجي بالهامر، شايف الهامر هنا هو الهامر المثلث، وهيخبط على التندون زي ما احنا قلنا مكانه تحت الباتيلا. شايف طبعا العيان ده او الشخص ده عنده very obvious reflexes. شايف الدكتور بيقول لك ايه؟ بيقول لك تبص على المسل، ما تستناش الموفمنت، بص على المسل ما تستناش ان يحصل extension. انا اهم حاجه عندي اشوف المسل وهي بتعمل contraction، انا مش مستني الاكستنشن بتاع العيان. دي الطريقه اللي احنا بنعملها لو العيان نايم في السرير، لو العيان ده بدردن زي ما احنا لسه قايلين دلوقتي. لو العيان بدردن يا شباب واحنا بنعمل الني ريفلكس، فاحنا هنشيل احنا الني من تحت. شايف هنا في الصوره دي او في الشوت دي بيعمل ايه؟ حاطط ايده اللي مش هيستخدمها، ايده الثانيه تحت الني، وبيرفع رجل العيان عن السرير. طبعا هنا هو مش هيرفعها قوي، يعني انت ومجهودك حاول ترفعها قدر الامكان،
عن السرير بحيث انه يحقق ان الهيب جوينت يكون فليكسد. ما احنا عايزين ايه؟ احنا عايزين فليكشن للهيب وفليكشن للني، الاثنين يكونوا فليكسد. فهو لما بيرفعها كده بيحط ايده من تحت ويرفع، الني بتبقى فليكسد والهيب يبقى فليكسد. بص بقى كده هو هيعمل ايه في الفيديو ده، هيحط ايده ويرفع يحقق لك الفليكشن من فوق والفليكشن من الني، وبيحدد المكان. وبص بيعمل ازاي، ماسك الهامر وبيخليه موازي كده للرجل تقريبا، ويخبط خبطة جامدة. يعني خلي بالك اخبط خبطة مش جامدة بعنف، لا بس خبطة قوية عشان الريفلكس يبان، هيبان معاك الريفلكس لما تعمل كده. بص هنا على الرجل دي هتبان فيها بقى جدا، شفت المسل كونتراكشن؟ يعني لو بصيت على المسل من هنا هتلاقي مسل كونتراكشن. طبعا هو حصل سلايت اكستنشن بس في مسل كونتراكشن. طبعا الفيديو ده فيه خطا شنيع، طبعا هم هنا بيمثلوا يعني بيعملوا لنا ديمونستريشن، بس هنا في خطا كبير ان لازم يكون في اكسبوجر، يعني لازم البنطلون ده ما يكونش يعني يكون مرفوع كله لغايه هنا كده، يعني لازم يكون المسل كلها باينه عشان اعرف بص على المسل بتاعتي. نشوفه هنا مع بعض تاني، الني ريفلكس اهو مكان التندون، عمودي على التندون الخبطة. لو نايم الدكتور هيرفع ويخبط برضو على التندون هنا بطريقة تانية غير الدكتور التاني، انه خبط من فوق ويخبط على التندون بس شايل هو وزن الرجل من تحت. تمام يا شباب، اخر ريفلكس عندنا هو الانكل ريفلكس. هنقول دلوقتي ان السنتر بتاعه اس واحد واتنين زي ما احنا اتفقنا، في كتب بتكتب اس واحد بس. المسلز اللي احنا او مجموعه المسلز اللي احنا عايزين نبص عليها هي الكاف مسلز. الكاف مسلز اللي هم موجودين هنا اللي هم عضلات السمانه اللي هنا دول جاستروكنيميس انسولياس، والتندون بتاعها هو التندون اللي هو هنا كده عند الانكل جوينت اللي اسمه اخيلس تندون، تندو اكيلس او تندو كالكينيوس وتر اخيل. وطبعا دي يعني طبعا كلنا شفنا الفيلم تروي، واخيل هو بطل من الاساطير، ويقال ان هو لما اتولد مامته كانت عايزاه يبقى جسمه امبنتربل، يعني جسمه لا يقهر، ما يدخلوش سيف ما يدخلوش سهم كده، فمامته خدته وهو بيبي وراحت للنهر اللي بيربط مملكة الأحياء بمملكة الموتى، وخدته. النهر ده يعني نهر أسطوري مسحور، يعني ليه قدرات. خدته مسكته رجليه من تحت كده من مكان الأنكل جوينت، مسكته من رجليه كده من الأنكل جوينت وغطسته كله على بعضه كده في النهر وطلعته. بسبب القوة السحرية بتاعت النهر جسمه بقى لا يخترق، فما كانش بيدخل فيه سهم، ما كانش بيدخل فيه سيف، فده خلاه يعني في الحرب إنسان فظيع جدا. يعني المهم هو مات في الآخر الراجل ده بسهم دخل في المكان الوحيد اللي ما لمستوش المية، اللي هو المكان من كعبه ده اللي هي كانت ماسكاه منه، لأنها لما مسكت بإيديها الحتة دي ما وصلهاش مية، فبقت في ال يعني في الكالتشر بتاعتنا ان احنا نقول ان اي حاجة ليها نقطة ضعف او اي خطة ليها نقطة ضعف، اي مكان ليها نقطة ضعف هو كعب اخيل، لان دي كانت نقطة ضعف اخيل. ما علينا، فقرة المعلومات العامة. المهم يعني المهم ان هو ده التندون. طب ما تنساش التندون ده اسمه مهم، اخيلس تندون او تندو اخيلس او تندو كالكينيس، هو ده التندون اللي احنا هنخبط عليه. مشكلة الاكزامينيشن ده يا شباب ان الوضعية بتاعته صعبة شوية. احنا محتاجين ايه؟ احنا محتاجين ان الهب يكون فيه external rotation، والني يكون فيها flexion، والانكل جوينت يكون فيه dorsiflexion. انا عايزاك بقى تتخيل معايا وانت قاعد كده مع اصحابك على القهوة، والبنات انتوا اكيد يعني متخيلين برضو المنظر معايا. فانت قاعد مع اصحابك على القهوة، قاعد على الكرسي حاطط رجل على رجل، رجل على رجل بتاعت الولاد اللي هي بتخلي رجلك في شكل نمبر 4 بالانجلش، اللي هي شكلها عامل ازاي، اللي هي الانكل تحط ترفع رجلك خالص تتني ركبتك تقريبا، يعني التانية بتاعتها بتكون كأنها 90 درجة تقريبا. الهب يكون فيه external rotation او abduction كده لبرة،
وتحط كعب رجلك على ركبتك الناحية التانية، على الركبة التانية. فلما انت بتحط رجل على رجل في شكل النمبر 4 دي، انت بتحقق الشروط بالضبط بتاعت الاكزامينيشن بتاع الانكل جيرك. الهب بيكون فيه ابدكشن لبره لبره، الني بيكون فيها فليكشن، وبعدين بيجي الدكتور في الاكزامينيشن هنشوفها دلوقتي في الفيديو، بيحط ايده على السول اوف ذا فوت عند الهيدز بتاعت الميتاتارسال بونز عند الصوابع كده، ويتني يتني يعمل دورزي فليكشن. احنا خدنا موضوع الدورزي فليكشن ده واحنا بناخد السوبرفيشال ريفلكسز. بيعمل دورزي فليكشن، بيزق الصوابع لفوق ناحية الدورزم اوف ذا فوت، دي اسمها دورزي فليكشن. هي مش شوية دورزي فليكشن، دي الوضعية المثالية، دي الايديال بوزيشن بتاعت الريفلكس ده عشان يظهر. فانت هتخبط دلوقتي على الاخيلس تندون او التندو كالكينيس، ومش هتبص بقى على اي حته، هتبص على المسل اللي هي الكاف مسل. فهتلاقي الكاف مسلز بيحصل فيها كونتراكشن، وهتحس ان الصوابع بتاعت العيان بتزق ايدك، يعني العيان بيعمل بلانتر فليكشن. لما صوابع العيان تزق ايدك يبقى هو كده بيعمل بلانتر فليكشن، انت عامل له دورزي فليكشن، سلايد دورزي فليكشن، هو بيزق الناحيه الثانيه اللي هي اسمها بلانتر فليكشن. هنشوف الكلام ده دلوقتي حالا في الفيديو. بص كده معايا على الوضع ده. الوضع ده هو نفس الوضع اللي احنا بنقول عليه والعيان نايم. شايف الهيب جوينت؟ الهيب جوينت عامل له اكسترنال روتيشن لبره، يعني كان اللور ليمب كله روتيتد شويه لبره، والني طبعا فيها فليكشن. وهنا الدكتور من هنا حاطط، مش بايده دي طبعا، بايده الثانيه، حاطط صوابعه عند السول اوف ذا فوت عند بدايات الصوابع كده، وبيعمل التابنج هنا على التندون. بص هتشوف شكلها دلوقتي، شايف الماسلز هي الكاف ماسلز. طبعا نبص عليه وهو بيعمل الوضع للعيان وهو نايم، يعني العيان نايم ومش هيقدر يعمل لنفسه، انت هتعمل له الوضع. بص عليه وهو بيعمله، بص فليكشن اكسترنال روتيشن، الحركه دي اكسترنال روتيشن، ومسك عمل شويه دورزي فليكشن وخبط اهو، بيخبط على، شايف صوابع العين بتعمل ايه؟ بتعمل بلانتر فليكشن. هيوريها لك اهي هنا تاني، نفس الوضعيه بالظبط. شايف الحركه بتاعت المصل، الصوابع نشوفها هنا تاني بتعمل بلانتر فليكشن، سلايت بلانتر فليكشن. طبعا انت مش متوقع حاجه فظيعه او حاجه كبيره، يعني ان هي تبان. تمام. اما بقى احسن وضعيه على الاطلاق للريفلكس ده، هوريكم الوضعيه اللي انا كنت بقول عليها اللي هي الفيجر اوف 4 تقريبا، دي الفيجر اوف 4 في صوره تانية او في فيديو تاني، انها مش موجوده تقريبا في الفيديو ده. بس احسن وضعيه، احنا كده قلنا خلي بالك ثلاث وضعيات، الفيجر اوف 4 والوضعيه اللي هي على السرير دي، اللي هو انا بحاول اعمل الفيجر اوف 4 بس يعني بحقق الثلاث وضعيات للثلاثه جوينت دول والعيان نايم، والوضعيه دي اللي اسمها النيلينج بوزيشن. النيلينج ان العيان يكون قاعد على ركبته زي ما انت شايف كده، ورجله بتكون متعلقه كده في الهواء، وممكن في ناس برضو بتعمل السلايد دورزي فليكشن، واحنا في الوضعيه دي اما الدكتور هنا مش هيعملها. دي احسن وضعيه ان انت تشوف فيها، لان المسل بتكون انت شايفها بوضوح، الاثنين مسلز انت شايفهم، الرجلين هنا شايفهم بوضوح، فبتشوف كويس الريفلكس وهو بيحصل. شايف هيخبط اهو هنا وهيخبط هنا، شفت نشوفها تاني، شوف رجله بتعمل ازاي، شايف البلانتر فليكشن بصوابعه. تمام. شوف كده تاني الاكزامينيشن والعيان نايم، طبعا الشكل ده بتاع الني، احنا اتفقنا على الكلام ده. بص بيعمل ايه، فليكشن دورزي فليكشن روتيشن ويخبط. تمام. تاني اهو فليكشن ابدكشن هنا، سلايد دورزي فليكشن، ونبص على المصل ونخبط على التندون. تمام. نشوف كلوز اب لشكل البلانتر فليكشن اللي انا بقول لكم عليه لما بيحصل الريفلكس ده. ومش ده يا شباب اللي احنا بنبص عليه، احنا بنبقى باصين على المسلز اللي هي الكاف مسلز. طبعا واضح ان الانكل ريفلكس ده هو بالذات
يعني ليه طرق كتير، وحتى لما هتشوف فيديوهات تانية هتلاقي ليه طرق مختلفة يتعمل بيها ومدارس كتير بيتعمل بيها. هو أهم حاجة زي ما قلنا الوضعية اللي احنا اتفقنا عليها والمصل اللي احنا بنبص عليها. طب دلوقتي احنا كده خلصنا الاكزامينيشن. طب فلنفترض ان احنا جينا نعمل اكزامينيشن لريفلكس عند عيان، وعملنا له يعني عملنا كل الحاجات صح وعملنا التكنيك صح وعملنا بايلاترال يعني على الناحيتين، احنا لازم طبعا نعمل على الناحيتين، بتعيد على اليمين والشمال، وجيت تعمل الريفلكس ما ظهر لكش حاجه، ما شفتش ماسل كونتراكشن، ما ظهرش الموفمنت، ما حصلش اي حاجه، ما شفتش اي حاجه، خلاص هتحكم على العيان ان هو ما عندوش ريفلكسات، عنده اي ريفلكسيا؟ لا، لازم هتجرب تكنيك اسمه ري انفورسمنت تكنيك، او اسمها جندرستيك مانوفر. لازم تحاول تعمل كده، ده نوع من انواع الديستراكشن تكنيكس، لان ممكن يكون في كورتيكال انهبيشن للريفلكس. يعني مثلا انت بتمتحن زي عملي على واحد زميلك، وانتوا الاثنين ميديكال ستودنتس، وهو عارف اللي انت هتعمله وانت عارف وكده، فممكن الكورتكس بتاعته تكون عامله انهبيشن، كورتيكال انهبيشن، والريفلكس ما يظهرش عليه خالص، هتقول خلاص ما عندوش يعني؟ لا طبعا، فهنعمل الري انفورسمنت تكنيك او الجندرستيك مانوفر. دي بتعمل ري انفورسمنت للريفلكس وبتعمل شويه ديستراكشن للكورتكس كده، علشان لو في كورتيكال انهبيشن. لو احنا بنعمل الريفلكسات بتاعه الابر ليمب، يعني انا شغال دلوقتي بعمل الريفلكس مثلا بتاع البايسبس في الايد الشمال وما ظهرش عندي، فعايز اعمله اعيده تاني بس اخلي العيان يعمل ري انفورسمنت، هقول له ايه؟ هقول له جز على اسنانك. فهو العيان هيجز على اسنانه جامد، فالكورتكس يحصل لها ديستراكشن، هتحاول هتركز في الموفمنت التانيه اللي هي وهو بيجز على اسنانه دي، فتعمل انت الريفلكس يظهر معاك. ممكن تقول له يعمل فيست بالناحيه التانية، يعني انت بتعمل له الريفلكس دلوقتي في ايده في الناحيه الشمال، قول له اعمل فيست بايدك اليمين، تمام؟ ده لو احنا في الابر ليمب. لو احنا بنشتغل في اللور ليمب، فانا عندي الاثنين ابر ليمبس بقى بتوع العيان ما بيعملش بيهم حاجه، فهنقول له شايف الشكل اللي عندك في الصوره ده، هتقول له يشبك صوابعه، يشبك صوابعه ويشد ايديه الاثنين، شايف هو مشبك صوابعه وبيشد ايده دي كده وبيشد ايده دي كده. دي reinforcement technique بتعملها لو انت شغال في اللور ليمب. يبقى دول يا شباب اهم 4 tendon reflexes بنعملهم. بليز محدش ينسى ان احنا لما بنعملهم بنعملهم على الناحيتين bilateral، مهم جدا 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 انك ما ينفعش تعمل على ناحية واحدة بس، تمام؟